بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، أهلا بكم مرة ثانية مع مقر الحاسب آلة التعليم، إعداد الدكتور أحمد صادق عبد المجيد، كلية التربية، جامعة الملك خالد. والمحاضرة الخامسة: مزايا استخدام الحاسب آلة التعليم. أولا الأهداف. عزيزي الطالب، في نهاية هذا الدرس يجب أن تكون قادرا على أن 1- تعرف مزايا استخدام الحاسب الآلي في التعليم. 2- تستعرض مبررات استخدام الحاسب الآلي في التعليم. 3- تناقش أهمية الحاسب الآلي في تفريد التعليم والتعلم الذاتي. 4- تستعرض بعض معوقات استخدام الحاسب الآلي في التعليم. مزايا ومبررات استخدام الحاسب الآلي في التعليم. أولا، مزايا استخدام الحاسب الآلي في التعليم. من أبرز مزايا استخدام الحاسب الآلي في التعليم التالي: 1- تنمية مهارات الطلاب لتحقيق الأهداف التعليمية. 2- إمكانية حل المشكلات التي قد تواجه المعلم داخل الحجرات الدراسية، مثل زيادة عدد الطلاب وقلة الزمن المخصص للدراسة. 3- عرض الموضوعات ذات المفاهيم المرئية أو المصورة، مثل الرسوم البيانية والخرائط والصور، وخاصة التي تتميز بالبعد الثالث. 4- التغلب على مشكلة الفروق الفردية بين المتعلمين. 5- إحداث التغذية الراجعة لدى الطلاب من خلال الممارسة المستمرة مع الحاسوب. ثانياً، مبررات استخدام الحاسب الآلي في التعليم. 1- أداة مناسبة لجميع فئات الطلاب. الحاسب الآلي أداة مناسبة لجميع فئات الطلاب، سواء الموهوبين منهم أو العاديين أو بطيء التعلم أو المعوقين، حيث يستطيع كل طالب أن ينتقل في البرنامج حسب قدراته وطاقته الاستيعابية. 2- تهيئة مناخ البحث والاستكشاف. يعمل الحاسب الآلي على تهيئة مناخ البحث والاستكشاف أمام المتعلم كي يختار الأسئلة التي سيجيب عليها والمصادر التعليمية التي سيستعين بها. 3- تنمية التفكير المنطقي. يساعد الحاسب الآلي على تنمية التفكير المنطقي لدى المتعلمين، وخاصة عند عملهم في لغات البرمجة مثل لغة الفيجوال بيزك أو البايثون أو مايا أو غيرها. 4- الاستفادة من وسائل التعليمية. يقوم الحاسب الآلي بعرض المادة وتقديم المعلومات، وذلك من خلال الاستفادة من وسائل التعليمية الأخرى، مثل عرض الأفلام التعليمية، عرض الشرائح، تقديم التوجيهات بواسطة التسجيل الصوتي. 5- القدرة على المحاكاة. للحاسب الآلي قدرة كبيرة جدا في إجراء التجارب التعليمية بدلا من إجرائها فعليا، مما يقلل التكلفة ويحد من خطورة الإعداد لها، مثل رغبة معلم الكيمياء في إجراء تجربة كيميائية خطيرة، يمكن من خلال الحاسب إجراء هذه التجربة دون أي خطورة. 6- ربط المهارات. يساعد الحاسب الآلي على ربط المهارات لتعلم موضوع معين دون آخر، فمثلا يمكن إتقان مهارات ضمنية في التفكير أو إدارة الوقت أو الإبداع من خلال التعامل مع موضوع معين. 7- القدرة على التفاعل المباشر. يتيح الحاسب الآلي فرصة التفاعل المباشر مع المتعلم عن طريق عرض المعلومات وتوجيه الأسئلة له، ومن ثم استقبالها وتقويمها بواسطة التغذية الراجعة الفورية. ولهذا يعد الحاسب الآلي عامل مثير للمتعلم، مما يقدمه من تعزيز، عامل حافز للمتعلم للشعور الإيجابي تجاه نفسه، عامل مساعد للمتعلم للسماح له بالإجابة دون خجل. 8- توفير الوقت والجهد. يساعد الحاسب الآلي على توفير وقت وجهد المتعلمين في أداء العمليات الرياضية الطويلة والمعقدة، مما يساعد على التركيز وفهم وحل المشكلات الرياضية والانتقال إلى دراسة موضوعات أخرى أكثر عمقا. 9- مساعدة المعلم. يعمل الحاسب الآلي على تقديم الكثير من الخدمات للمعلم، منها التخلص من الأعباء الروتينية التي تتطلب دقة وذاكرة جيدة، التخلص من القيام بعمليات رسوم الصور والأشكال لتحضير الدرس، توفير وقت وجهد المعلم للقيام بعملية التوجيه والإرشاد للطلاب، تصحيح الاختبارات، وهذا جزء مهم جدا، بصورة إلكترونية سريعة ودقيقة. 10- تفريد التعليم. يساعد الحاسب الآلي في تفريد التعليم من خلال 1-
بناء المادة التعليمية بشكل مفصل. 2- تحليل المفاهيم المجردة والمعلومات إلى المتعلم. 3- الاهتمام بوقت وإمكانيات وقدرات المتعلم. 11- القدرة على تخزين واسترجاع المعلومات. للحاسب الآلي قدرة كبيرة جدا على تخزين مجموعة متنوعة وكبيرة من البيانات والمعلومات، مثل النصوص، الصور، الرسوم المتحركة، لقطات الفيديو. 12- تقديم التغذية الراجعة (feedback). للحاسب الآلي القدرة أن يقدم للمتعلم معلومات فورية عن الاستجابة الصحيحة أو الخاطئة، ويطلق على هذه العملية مصطلح التعزيز. أما التغذية الراجعة فهي عملية تقديم المعلومات التي تتلو الاستجابة، ويوجد في برامج الحاسب الآلي ثلاث تركيبات لهذا، وهي 1- رجع صواب وخطأ، 2- رجع خطأ فقط، 3- رجع صواب فقط. والآن عزيز الطالب مع التقييم، حاول إجابة عن الأسئلة التالية. 1- اذكر فقط مزايا استخدام الحاسب الآلي في التعليم. 2- اذكر واشرح بالتفصيل بعض مبررات استخدام الحاسب الآلي في التعليم. وشكرا لك.